طيب حضرتك شفت ازاي رد فعل الفنان محمد رمضان على قرار المحكمة بتغريمه 6 مليون جنيه لصالح الطيار اشرف ابو اليوسف؟ احنا شفناه طلع في فيديو انا شايف انه مستفز. لا بص هقول لك على حاجه، محمد رمضان محتاج، انت عارف كده لما يقول لك المنتخب محتاج طبيب نفسي يبقى معاه، فهو محمد رمضان محتاج طبيب نفسي دائم مقيم معاه يعني عشان يقاوم اداؤه يعني، لانه هو محمد طبيعه الحال كويس على فكره ان هو ما اتجننش. لا كويس انه ما اتجننش، لانه محمد من اصول بسيطه جدا زينا كلنا، وفجاه اصبح بكل هذه الشهره وبكل هذه الثروه، ده يمثل ضغط على اعصابه على نفسيته يعني. فكويس ان هو ما اتجننش والله يعني. يعني ممكن بعض الناس يقول لك انه ده جنون اللي هو بيعمله جنون. لا انت محتاج محمد رمضان محتاج ضبط زوايا نفسيه يعني، لانه ايوه لانه اللي حصل كتير. انت خلي بالك يعني، انت لما تبقى راجل كنت قاعد بتتشعلق في الاتوبيس كويس، او ما معكش اجره الاتوبيس فبتروح مشوارك ماشي، وفجاه يبقى عندك اسطول عربيات من اغلى العربيات في العالم مثلا. كويس. ممكن تبقى انت في مكان عايز تدخل تقعد فيه بس مش قادر تقعد فيه عشان معكش فلوس، وفجاه انت بتشتري المكان. صح. فلا محمد رمضان يعني محتاج دعم نفسي، لانه ولذلك انا ببص للتصرفات الفرديه بتاعته دي يعني ما بحطها في السياق ده، انه يا جماعه لا ما الناس كمان ما تضغطش عليه اكتر، لانه هو لما بيضغط عليه اكتر بيزيد يعني. لا المشكله بيزيد لما تضغط عليه وتقعد تقول له، وبعدين يقعد يقول لك ايه فما انت نسيت وما نسيتش، فيمعن في الحكايه. فهو لا ربنا معايا يعني.